حسن نجيب. حسن قول لي ايه اللي حصل بالظبط؟ هو امبارح زي دلوقتي بالظبط سمعنا خبطه، فاحنا متعودين الخبطات دي لما بنسمعها بيبقى عربيه خبطت في السور فوق الكوبري. فكان اللي بيحصل قبل كده ان السور هو اللي بيقع. امبارح لما سمعنا الخبطه فبصينا لقينا العربيه واقعه بوشها وبعدين اتقلبت على جنبها، فبصينا جواها ما لقيناش الا فيها واحده بس، طبعا ما كناش عارفين ان كان الدم مغطي وشها، مش عارفين ملامحها. احكي لنا ايه اللي حصل الكواليس بقى لما العربيه وقعت، ايه اللي حصل؟ العربيه وقعت طبعا كان مقفوله فمش عارفين نفتحها، حاولنا ان احنا نكسر الباب، قلبنا العربيه الناحيه الثانيه لغايه لما كسرنا الازاز وحاولنا ان احنا نخرجها، واتصلنا بالاسعاف والرجال الامن جم، الامناء اللي هنا واقفين جنبنا معانا في الكشك بتاع الامن جم ووقفوا معانا والاسعاف جت وخرجتها وفتحوا وخرجوها، بس ما كانش باينه، ما كناش عارفين مين هي بصراحه. ايه السبب اللي حصل بقى؟ والله هو فوق بين الكوبري الملف ده بيبقى صعب ان انت تاخده على سرعه وتخش الملف ده مره واحده. فكذا حادثه بتحصل ان هو الكباري السور بيقع. يعني في حوادث حصلت هنا قبل كده؟ حصلت كذا مره وكذا جمعه بتحصل، كان قبل كده برده عربيه خبطت في السور، السور وقع على العربيه تحت، كانت عربيه واقفه تحت السور وقع عليها، بس الحمد لله يعني العربيه ما كانتش فيها حد. قول لي انا سمعت ان هي لما سيارتها وقعت تحت ومش عارف ايه يعني كان في زحمه، احنا كلنا طبعا جرينا عليها عشان الحادثه اللي حصلت ديت من الصوت كله جري عليها، بس للاسف يعني في ناس يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ما راعوش ان هي واحده ست وما راعوش ان هي في ظرف اي حد ممكن يبقى فيه، اللي سرق موبايلها واللي سرق الكيس بتاعها يعني حتى البطاقه بتاعتها اتاخدت وما ما كناش عارفين مين هي، وكانت لوحدها للاسف يعني ما كناش عارفين نوصلها لغايه لما كان هي لابسه شنطه كروس، ضابط الشرطه لقى فيها الرخصه واتعرف عليها والاسعاف خدتها ومشت. والاسعاف جت على طول الاسعاف جت على طول والمطافي جت على طول، ان هم افتكروا ان هي حادثه كبيره مثلا العربيه وقعت بوشها جم على اساس ان يبقى في انفجار ولا حاجه. العربيه اتحرقت على حاجه ولا هي؟ لا العربيه ما اتحرقتش، العربيه بس اتطبقت خالص. اتطبقت وعرفت انها ماتت ساعتها ولا لا؟ ما عرفناش، احنا اللي يعرفوا ان الاسعاف جت فتحت خدتها وخرجت على طول، بس عرفنا بقى تاني يوم ان هي بقى بلوجر وان هي كان الكلام ده بقى الساعه كام؟ زي دلوقتي بالظبط، نفس التوقيت ده. نفس التوقيت ده بالظبط. شكرا ليك وربنا ان شاء الله يعني ما يجيب حاجه وحشه تاني. يا رب. شكرا. وقعت فين؟ وقعت في الحته دي. كنت انا واقفه، كانت في بنت كنت رايحه لها. انت بتلمع عربيات؟ سايسه هنا في المنطقه. ولقيت السور بالعربيه وقعوا عليا. واتعورت ولا حاجه؟ دراعي. دراعي بس الحمد لله. وقعت الناس كلها اتلمت عليها وراحوا واخدينها على المستشفى، راحوا شايلين العربيه على كده. احنا سمعنا ان في حاجات اتاخدت منها. في بيقولوا عيل جه خد تليفون و45 جنيه.